لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. أنا دائما إخواني كما تشاهدوا وتشوفوا هناك برامج، برنامج سميته مع أنور مالك مسجل ويخضع للتركيب، وأحيانا أعمل بث مباشر لتكون دردشة مع الأصدقاء مع المحبين وحتى مع الخصوم، مرحبا بهم إذا كان أرادوا الدردشة برقي واحترام مرحبا بهم، وإذا أرادوا يسبوا نحن لا نرد على السفاهة بسفاهة مثلها، لأنه نتعامل بأخلاقنا وليس بأخلاق الآخرين. ما أسهل أن تسب الناس، وما أسهل أن تعاملهم بسوء، وما أسهل شيء، ولكن هذا اللي ناس ما عندوش خلق، ولكن اللي عنده خلق ويخاف على نفسه ويخاف على صورته أمام نفسه يعني بعد الله تعالى وأمام أهله، طبعا ما يرد السفاهة بسفاهة بل يترفع عليه. إخواني الكرام، وصلتني من رسائل كثيرة، نبدأها بواحد المنشور درته اليوم بالمختصر المفيد. درت اليوم منشور حول السلفية في الجزائر، وفهمت غلط، واحد يسب واحد يطيح واحد الغريب واحد يفسر، وخرجوا على المقصد، لأنه على هالسبب، لأنه هذا اللي يجي مباشرة ما يقراش كلامك، راه مؤدلج وعنده خلفية تجاهك، مبرمج تجاهك، ما يقراش خلاص كلامك، وهذا نوع ما يعلمش الناس كيفاش ناقش. ناقش الفكرة، أترك مني أنا، ناقش الفكرة، تعلم هذا رأيي ليك أنت، تتعلمها كيفاش تناقش الفكرة، غدوة راح تربي أولادك. إحنا الآن رنا في زمن مفتوح، بعد 10 سنين ولا 15 سنة كيف رايح يكون عالم الإعلام هذا؟ فكر في مستقبل أسرتك، فكر في مستقبل أولادك، إذا كان أنت تتصرف بهذا السلوك كيفاش أولادك غدوة؟ تقول ليش راني ما يهمني حتى في شيء، أي جي نهار وتندم على كل شيء درته، وما كانش، وهذه صحيفتك تكتب فيها أمام رب العالمين. هذه تأكد منها. أنا تحدثت عن السلفيين، فيه صفحات أصحابها يقولوا بأنهم سلفيين. أذكر يوما وصلتني معلومات من مصادر موثوقة قالت بأن هناك جماعة من أتباع إيران، أتباع الملالي في الجزائر، فتحي صفحات باسم السلفيين. رحت كتبت منشور أنه فيها ناس فاتحة صفحات باسم السلفيين وهم مش هم سلفيين. نشرت المنشور هذا، يجوز بعض الأشخاص، لا أدري ما نقدرش نحكم عليهم، يفهموا يقولوا بأنه أنور مالك يتهم في السلفيين بأنهم أتباع. على كل حال أنا راني نوصل نقول الفكرة كما مقتنع بها وبالأسلوب الذي أراه يوصل الفكرة. ليس ذنبي أنك تفهمني غلط، وليس ذنبي أنك تقرأ منشوري على حسب الخلفية نتاعك تجاهي. أنا لا تهمني تكرهني ولا تهمني تحبني، مش نكون واضحين، أنا لست ما عنديش مشروع سياسي في الجزائر، لاني عندي حزب، لاني أطمح في السلطة، ولا أريد بلوغ السلطة، ولا أريد تحقيق أشياء. أنا نحلل تحليل سياسي بناء على معلومات توصلني، نحلل ونقدم رؤية معينة للجزائريين. حبيت تأخذها راهي ليك، تستفيد منها، تكون على بينة في بعض الأمور، تسمع وجهات نظر مختلفة، ما تكونش مؤدلج من طرف جهة فقط، فيا ليك رميتها في سلة المهملات ولا في النفايات ولا رفستها برجلك، عادي جدا. نحن هذه راهي عبارة، التحليل السياسي راهي عبارة عن شغل وعمل إعلامي نقدمه للناس. لا أريدك تكون من أتباعي إديولوجيا ولا مذهبيا ولا فكريا ولا سياسيا ولا أي شيء. عندما نهار لنفكر أن نكون رجل سياسي في الجزائر، يكون عندنا حزب سياسي، ثم نحسب ونبحث عن الأتباع. أنا ما نبحث عن الأتباع، أنا أبحث عن متابعين يسمعوا للفكرة نتاعي. أما الأتباع كاين ناس أخرين يحوسوا على الأتباع، انتهى هذا الموضوع. لذلك كلامي اليوم أن أتحدث عن بعض الأشخاص فتحين صفحات وبينهم حقيقة من عوام السلفي، يسبوا في الناس، هذا من الخوارج، هذا من مدريتش من واش، بل أنه ودخلنا في حكاية ولي الأمر وكذا 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 وكذا. يا جماعة هذه الأمور أنا ما عنديش في الأجندة تاعي، أنا محلل سياسي ورجل إعلامي
انتهى الموضوع، نحلل المشهد. غدوة نحب نخصص حلقة على السلفيين، رح نبحث في الموضوع ونجيب معطيات ونتحدث عليهم كظاهرة موجودة في الجزائر، نعالجها من كل جوانبها، لاني معاهم لاني ضد، وانتهى الموضوع. هذه نقطة فقط حبيت نتحدث عليها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.